ودايما في شهر رمضان وطول السنه الحقيقه بنسمع ابتهالات ونسمع انشاد ديني، والحقيقه انه بلدنا عامره، يعني مصر بلد الانشاد الديني اذا صح التعبير. عندنا نجوم من نور بيتلألأوا في سماء الانشاد الديني، نقشبندي، يعني نصر الدين تبار، الحقيقه يعني اسماء كثيره. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن كروان المبتهلين الراحل الشيخ نصر الدين تبار وذكرياته مع رمضان، يرويها لينا حفيد اللي معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ عمرو الخولي. مساء الخير على حضرتك واهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه وكل الساده المشاهدين بخير. اهلا بحضرتك، واكيد يعني حكايات كتيره في مسيره طويله علشان يوصل الشيخ نصر الدين تبار الى هذه المرتبه الخالده الحقيقه والعابره للزمن والمستمره اللي بتورث للاجيال. اكيد اكيد اكيد. يعني لو تحكي لنا كده أهم ذكرياتك وحكاياتك اللي تعرفها عنه في رمضان. والله الله يرحمه، جدي كان رمضان بالنسبة له طبعا بالنسبة للمسلمين كلهم هو شهر، يعني شهر الروحانيات وشهر القرآن وشهر العبادة. فطبعا هو على المستوى الشخصي طبعا كان بالنسبة له زيه زي كل الناس، يعني إن الشهر مهم جدا. وعلى المستوى المهني هو طبعا كان بيبقى ليه حفلاته في شهر رمضان بيقدم فيها الابتهالات بتاعته، وكان من اكتر الحاجات اللي كانت بتميز الشهر بالنسبه له على المستوى المهني، يعني هو الفجر رمضان، الفجر اللي كان بيبقى في مسجد الحسين كان بيتنقل على اذاعه القران الكريم اللي هو قران الفجر، وبعدين الابتهالات. فكان محبينه كلهم بينتظروا، يعني من اهم حاجه في بالنسبه لهم الشيخ نصر الدين تبار والابتهالات اللي كانت بتتنقل من فجر من مسجد الحسين في الفجر لاذاعه القران الكريم مباشر. يعني دي كانت اهم حاجه عنده في رمضان، وكانت اكتر حاجه بيحرص عليها وبيحرص على التواجد في مصر، ما يكونش ليه اي سفر بره في خلال شهر رمضان علشان محبيه يعني ومعجبينه يستمعوا ليه يعني ويقدم الابتهالات بتاعته في الشهر ده. لانه كان بيسافر برضه لدول عديده بدعوات رسميه وغير رسميه، وقدم في لندن في المؤتمر الثقافي في لندن يعني الكثير من الابتهالات. عايزه كمان اتوقف عند مرحله الاذاعه، وانا عارفه ان الموضوع ما جاش على طول، هو داخل الامتحان كذا مره وما كانش بينجح في الامتحان. والله هو القصه بتاعت الدخول الامتحان وان هو عدم نجاحه كذا مره دي انا ما عنديش، او احنا كلنا كالعيله يعني ولاده ووالدتي وخلاني كل الناس ما نعرفش القصه دي هي جت منين. يعني هو برضو حكى اكتر من مره قصه حياته بالصوت في الاذاعه في اكتر من برنامج، ما ذكرهاش بصراحه، فانا مش عارف برضو هي يعني جايه مدى صحتها. يعني ما اعرفش مدى صحتها خالص، ما هو لا عمره قال لنا كده ولا هو حكاها في اي حوار لي اذاعي او حوار حتى مكتوب في اي مجله من اللي عملهم. يعني ان هو تقدم ورسب اكتر من مره دي، انا القصه دي احنا كلنا ما نعرفش جت منين يعني، لكن هو يعني طب خلينا نتكلم مع حضرتك عن الارث العظيم اللي انتوا يعني المفروض ان انتوا تعملوا كل المجهود ان انتوا تحافظوا عليه. احنا بنتكلم على اكثر يمكن من 200 ابتهال. عايز اعرف هل في العيله احد الموهوبين، حد ورث الموهبه دي من الشيخ نصر الدين تبار ولا لا، وبتعملوا ايه كافراد اسرته علشان تقدروا تحافظوا على هذا الارث؟ والله هقول لحضرتك، هو طبعا يعني حته الموهبه لا، ما حدش ورثها يعني، لا اولاده ولا احفاده. يعني احنا ممكن نقول لحضرتك بحكم عشرتنا معاه، وانا يمكن بس اكبر احفاده، فانا اكتر حد يعني عشرته مع خلاني ووالدتي وخالتي. فحته السمع ممكن كلنا بنحب نسمع الابتهالات، كلنا بنتذوق الموضوع بشكل كبير قوي، حضرنا مع حاجات كتير فبنتذوق ده بشكل كبير يعني، لكن الموهبه لا دي من عند ربنا، ما حدش يعني ما حدش جات له الفرصه دي يعني. بالنسبه للارث بتاعه احنا طبعا عندنا تسجيلات كبيره في اجزاء كتير جدا جدا موجوده على الـ على الـ على المواقع، على النت وعلى المواقع اللي باسمه والجروبات اللي باسمه. بنحاول دايما ان احنا نسمع انا وولاد خالي اللي هم احفاده وخلاني ربنا يديهم الصحه والعمر، بنحاول نطلع الحاجات اللي موجوده، اذا نقدر ننزل منها حاجات على النت بنقدر نسمعها للناس يعني.
بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل الدور ده. عايزه اعرف من حضرتك استاذ عمرو لو عندك المعلومه، ازاي الشيخ نصر الدين طوبار اخذ طريق الابتهالات؟ ازاي الموضوع جه؟ هو من الاساس هو ليه جده كان اسمه الشيخ شلبي طوبار، هو كان مقرئ. والكلام ده طبعا كان بنتكلم في حاجه يعني من اكتر يمكن من 100 سنه او حاجه، لان انا جدي الله يرحمه مواليد 1920. فهو جده كان مقرئ، وهو كان بيقول ان هو كان دايما لما بتحصل الليالي زي المناسبات الدينيه في رمضان او ميلاد النبي او كده، كان بيجي مشايخ كبار لمحافظه الدقهليه، هو من مدينه المنتله الدقهليه، لما كان بيحضر المشايخ الكبار يقدموا الابتهالات ويقدموا المدائح ويقدموا ويقروا القران الكريم، فهو المشهد والشكل ده كان بيسبب له نوع من الابهار، وكان حابب قوي ان هو يكون في الشكل ده. مع بدايات ان هو حاول يعني يؤدي حاجات من الابتهالات ومن التواشيح للمبتهلين القدامى زي الشيخ ابراهيم الفران، لقى ان في الناس اللي حواليه من اصدقائه ومن عيلته بيقولوا له ان صوته صوت حلو وفي قبول وحابين ان هم يسمعوه، لغايه لما في الاربعينات نزل القاهره وابتدى يحاول ان هو يقدم ابتهالاته ويقدم ويقرا قران لانه حافظ للقران الكريم يعني، وبعد كده تقدم الاذاعه في الخمسينات واتقبل كمبتهل يعني، واعتمد في الاذاعه سنه 56 اعتقد. عظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عمرو الخولي، شكرا جزيلا على وجودك معانا حفيد الشيخ نصر الدين طوبار احد اكبر الاعلام في عالم الابتهالات. والحقيقه انه يعني عندنا ارث عظيم دايما نفتخر بيه ونحتفظ بيه، وكمان يعني نمرره للاجيال القادمه لانه حقه يعيش الاف السنين. شكرا جزيلا على وجودك معانا.